خلية مع العشب يوزن لك الخلية شوفها كم كيلو وينطي شعرة للزبون وتتبقون وتأخذها. هذه المناحل أفضل أنواع العسل في هذه المنطقة في قاطعة سيونيك. مناحل في أحضان الطبيعة، يعني صاحب المناحل ما يحتاج أن يغش العسل ماله. هذا الورود اللي جن المناحل. هذه وحدة من الخلايا، خلية جاهزة، العسل والخلية النحل الشمع، وهذه هي المناحل اللي أمامنا.